هاي كلمة اليأسان، اصرف ما بالجيب يأتيك ما بالغيب، الغيب هو كله عند الله. لا، اعقل وتوكل. اصرف ما بالجيب غلط، لازم تخبي وتحتفظ، لازم تحسب حساب لقدام بالموجود والغير موجود، صح ولا لا؟ من السنة ومن الدين انك تصرف ما بالجيب وتنتظر ما بالغيب، هذا غلط. لا، بدك تحسب حساب لقدام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه شو قال؟ او كلما اشتهت نفسك شيء قمت بفعله وجلبه؟ هذا لا يجوز، لازم انك تعقل وتتوكل. يعني ما بتقدر انك تصرف كل اللي معاك وبعدين تستنى امورك اللي جاي على الوضع الحالي في البلد. يعني المفروض يكون معك سيوله اللي تتحرك فيها، اللي تمشي فيها. فهاي المقوله بالوقت الحالي والله مش صحيحه، غلط. يعني اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، هو الغيب عند الله عز وجل. لكن على اوضاع هذه وضع صعب جدا، فما تصرف كل اللي في الجيب لانه ما بتعلم شو بده يجيك، يجيك ولا ما يجيك. اصرف ما في يجيك، الله ببعث لك رزق احسن، ايده سخيه احسن من ايده الماسكه. ربك يرزقك ما حيث لا تحتسب، هو هيك ديننا الحنيف يحكي الحكي هذا، عرفت علي كيف؟ فانت اصرف يعني ما بالجيب، مش تصرف يعني مثل ما يقول تبزعق وهيك هيك، اصرف بحدود الامور يعني الدينيه والشرعيه وهذا. ربك رزاق، يرزق النمله، شايف علي؟ وهي سبحان الله كيف تعب. تصرف ما بالجيب ما بيجي، يعني هاي الايام، الايام وقت مصائب والله يسترها على الجميع. يعني اللي بيقدر يعني ياكل بقول اكبر نعمه، الحمد لله رب العالمين، والرزق من الله عز وجل، والناس الله يعينكم، الله يكون بعون الناس يعني على الوضع اللي هم فيه هسه بالوقت الحالي يعني. واحنا وانتم بألف خير الحمد لله، طالما انه الانسان حاط عينه بعين الله عز وجل، ربنا بسهل اموره وبرزقه ان شاء الله، ورزقه على الله. وهذه الاكل والشرب برضه رزق من الله، فيش واحد بيموت النمله ربنا رزقها بالارض. لا شك كمسلمين نتاكد ان الرزق مكتوب من عند رب العالمين، لكن لا يعني ان الانسان يجلس في بيته ويتواكل، هناك فرق شاسع بين التوكل والتواكل. انت تاخذ بالاسباب وتتوكل على الله عز وجل وتجتهي كما يقول الحق تبارك وتعالى: وامشوا في رزقه، وامشوا في رزقه وسعوا. اذا الصلاه سعي والرزق هو عباره عن مشي، لا داعي للاسراع بالرزق. ودائما احنا نقول الحمد لله في السراء والضراء. ربنا يعقب وتوكل، الانسان بيسعى وراء الاتكال. يعني يصرف الجيب ياتيك من الغيب، ممكن يعني هاي يعني هاي بعلم الغيب كله. يعني انا هسه مثلا يكون مثلا معي مبلغ ودفعت مبلغ، هل ممكن يجيني مثلا نفسه؟ او انه زياده مثلا عنه؟ هذا بعلم الغيب. ممكن يجيني زياده، ممكن ما يجيش، ممكن يتاخر، بس كلها ارزاق هاي. اصرف ما في الجيب ياتي ما في الغيب، فيش حدا عارف نصيبه وين. واحد ما بيعرف بالغيب شو ربنا مخبي له يعني. بس يعني هذا اصرف بالجيب، احنا صرنا بحياتنا بالاردن زي لبنان، عيش يومك يا خيي.